السابعة والنصف من رؤية ونشرة إخبارية مفصلة أهلا وسهلا بكم وإلى أبرز العناوين جلالة الملك عبد الله الثاني يحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وتأثيرها على السلام الشامل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يحذر الاحتلال من تنفيذ مخططاته التهويدية للمسجد الأقصى ومجلس النواب يدين الاعتداءات محكمة أمن الدولة تكفل 12 موقوفا على خلفية أحداث حي الطفايلة رؤساء وقادة جيوش عربية وأجنبية يجتمعون في واشنطن لبحث آخر تطورات لمواجهة تنظيم داعش عمال ميناء حاويات العقبة ينفذون إضرابا مفتوحا عن العمل والتجار يطالبون بحلول سريعة اذا في تفاصيل الاخبار حذر جلاله الملك عبدالله الثاني من تداعيات ما تتعرض له مدينه القدس والمقدسات الاسلاميه والمسيحيه فيها خصوصا المسجد الاقصى من اعتداءات وانتهاكات اسرائيليه متكرره محذرا من مغبه ذلك على جهود تحقيق السلام العادل والشامل وامن واستقرار المنطقه وشعوبها وشدد جلالته خلال استقباله اليوم لعدد من رؤساء الطوائف المسيحيه من الكنائس الشرقيه في دول الجوار وممثلين عن المنظمات المسيحيه الدوليه وعدد من القيادات الدينيه في قصر الحسينيه شدد على اهميه تعزيز الحوار بين اتباع الاديان بما يعظم الجوامع المشتركه ويمنح التسامح والاعتدال كنهج مشترك بين الجميع قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هيل داود إن الحكومة الأردنية لن تقف مكتوفة الأيدي جراء الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين والعاملين فيه وآخرها اعتقال أحد الحراس الأردنيين للمسجد الأقصى وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد وأضاف الوزير في تصريح خاص لرؤيا إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت حالة الضعف العربي وانشغال الدول العربية بملفاتها الداخلية وبدات بتنفيذ مخططاتها التهويديه في المسجد الاقصى، كما لفت الوزير الى ان سلطات الاحتلال تهدف من خلال هذه المخططات الى تغيير صوره القدس بشكل عام والمسجد الاقصى بشكل خاص، وتقوم باستفزاز مشاعر المسلمين من خلال الاقتحامات المتكرره للمسجد الاقصى والسماح للمتطرفين اليهود بدخوله وادائهم الصلوات التلموديه في باحات الاقصى من اجل اثبات الروايه التوراتيه والتلموديه حول المسجد الاقصى واثبات حقيه اليهود فيه الحقيقة في كل مرة تقوم فيها سلطات الاحتلال بمثل هذه الانتهاكات الأردن وعلى كل المستويات وابتداء من جلالة الملك عبد الله الثاني حسين حفظه الله إلى كل الجهات المعنية في الدولة الأردنية تقوم بالاستنكار والشجب ومطالبة السلطات الإسرائيلية وقف هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات والحقيقة إخواننا في فلسطين وإخواننا في القدس يقدرون تماما هذا الدور الأردني ويعلمون أن الأردن

هو الدولة الوحيدة التي باستمرار تتابع الحدث الموجود في القدس يوما بيوم واولا باول وساعه بساعه، نحن كوزاره اوقاف ومن خلال المديريه العامه للاوقاف في القدس ومن خلال مجلس الاوقاف في القدس ومن خلال حراسنا الذين يعملون في القدس، فنحن لنا حوالي 350 حارس يعملون في المسجد الاقصى يتصدون بصدورهم وبايديهم لكل هذه المحاولات الاسرائيليه لاقتحام المسجد الاقصى. دان مجلس النواب اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة مؤكدا أن هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا وسافرا ضد العرب والمسلمين وتحديا لمشاعرهم وأعرب المجلس في بيان له اليوم عن إدانته وسخطه واستنكاره لاستخدام قوات الاحتلال للقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع ضد المصلين في المسجد الأقصى وكذلك للاعتداء الخسيس المتمثل بحرق سجاد المسجد الأقصى وكسر نوافذه وتخريب أثاثه والسماح لقطعان الصهاينة بتدنيس المسجد والعبث به. تفاصيل أوفى عن انتهاكات الاحتلال في القدس في تقرير جورج برهم اعتداءات وانتهاكات لحرمه المسجد الاقصى بطريقه ممنهجه من قبل قطعان المستوطنين بحمايه وتواطؤ من سلطات الاحتلال فلا يكاد يخلو يوم الا ويتم تدنيس مسجد الاقصى ومنع المصليين المسلمين من دخوله اضافه الى اغلاق المسجد وبواباته وتحويله الى ثكنات عسكريه الاف المرات. وتستغل سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين ما يسمى بالاعياد العبريه لمواصله اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق الحرم القدسي دون ادنى اعتبار للوصايه القانونيه للحكومه الاردنيه او صاحبه السياده الممثله بالسلطه الفلسطينيه على القدس المحتله ومقدساتها الانتهاكات والاعتداءات الاحتلالية تصاعدت فقد جاءت دعوات واضحة وصريحة من أعضاء حكومة نتنياهو والكنيسة بتقسيم الحرم القدسي وفقا للزمن والمكان بين المسلمين واليهود وسط محاولات من قبل ما تسمى بجماعة أبناء الهيكل المزعوم لهدم الأقصى وأخرى كانت مطالب اليمين المتطرف بتغيير الواقع الحالي للمسجد وفتح ملف السيادة الأردنية ونقلها إلى سلطات دولة الاحتلال. القدس الآن في خطر، المسجد الأقصى في خطر، هناك مليارات من المسلمين يترقبون ماذا يجري، الأردن في المقدمة عليه أن يغير خطابه وعليه وعلى هذه الحكومة أن تتعامل بجدية أكثر مع موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في القدس. كل هذا ياتي وسط عمليات حفر مستمره في محيط المسجد وممراته وفي ساحه البراق ومنطقه القصور الامويه والقبور الاسلاميه ويرافقها اعمال هدم لمبان وانشاء مبان اخرى فيما تظل الحفريات اسفل المسجد الاقصى عصيه عن الكشف وبحسب مراقبين فقد اعتبروا بأن الوصاية الأردنية على الأقصى بمثابة صمام الأمان لهوية المسجد وإن إسرائيل لا تجرؤ بشكل حقيقي على إلغاء السيادة الأردنية كونها مرهونة بعملية سلام مع إسرائيل. ورغم بيانات الشجب والاستنكار والتنديد الصادرة من هنا وهناك إلا أن الاحتلال وقطعان مستوطنيه لا يزالون ينتهكون في كل لحظة قدسية المسجد الأقصى. فأين أنتم أيها العرب مما يحصل لي؟ ولماذا تخبئون رؤوسكم؟ لو كانت حجارة القدس والأقصى تتكلم لكانت هذه العبارات التي ستنطق بها من شدة وكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها جورج برهم رؤيا. استمع جلالة الملك عبدالله الثاني الى ايجاز قدمه رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت حول المهام والواجبات التي تقوم بها المحكمة والقضايا التي بتت فيها والانجازات التي حققتها منذ انشائها بارادة ملكية. واكد جلالته خلال زيارته اليوم لمقر المحكمة الدستورية واجتماعه برئيسها واعضائها ان المحكمة الدستورية تمثل ركيزة اساسية في مسيرة الاصلاح الوطني الشامل باعتبارها ضمانة لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والتزام السلطات باختصاصاتها الدستوريه. كما استمع جلالته خلال اللقاء الى مداخلات عدد من اعضاء المحكمه حول مهامها وواجباتها في الحفاظ على منظومه الحريات وتحقيق العداله والمساواه بين الجميع، مؤكدين حرصهم على التعامل مع جميع القضايا بكل شفافيه ومسؤوليه. ياتي هذا اللقاء بعد ايام من اداء ثلاثه اعضاء جدد لليمين الدستوريه كاعضاء في المحكمه الدستوريه، حيث اعرب جلاله الملك عن امله في ان يسهم الاعضاء الجدد بالنهوض بمسؤولياتها في ترسيخ مبدا دوله القانون والمؤسسات وتحقيق العداله المجتمعيه وبالتالي تعزيز الثقه بين المواطن ومؤسسات الدوله المتعدده سمحت محكمه امن الدوله بتكفيل 12 موقوفا في قضيه احداث حي الطفيله، واحالت اوراقهم الى المركز الامني لاتمام اجراءات تكفيلهم، واوضحت الجهات الامنيه المختصه ان التكفيل لا يعني اغلاق الملف القضائي او تبرئه الموقوفين، وانما هو تعهد من ذويهم باحضارهم لجلسات القضاء، واكد وجهاء حي الطفيله بعد لقائهم بمدير الامن العام توفيق الطوالبه ليله امس ان الاخير وعدهم بتشكيل لجنه تحقيق امنيه تشترك فيها مختلف الجهات المعنيه للنظر بملفات الموقوفين على خلفيه قضيه بسطات العبدلي. يذكر ان الجهات الامنيه كانت اصدرت قرارا يوم الجمعه الماضي بازاله جميع بسطات سوق العبدلي ونقلها الى سوق راس العين الجديد، الامر الذي ادى الى اندلاع اشتباكات بين اصحاب البسطات وقوات الدرك بعد انتهاء المهله المحدده السوق لاخلاء السوق في العاشر من الشهر الجاري. أقرت وزارة البلديات بمشروعية مطالب العاملين في بلدية إربد الكبرى المتعلقة بإقرار نظم خاصة بحقوق وظيفية متصلة بصندوق للإسكان وآخر للإدخار ونظام التكافل، وقال وزير البلديات المهندس وليد المصري في تصريحات صحفية: إن مطالب العاملين في البلديات مشروعة، لكنها تحتاج إلى نظم متسقة مع القوانين الأخرى لإقرارها، حيث تم طرح جملة من الحلول للتأكيد على وقوف الوزارة مع مطالب الموظفين وحقوقهم الى حين التوافق على صيغه نهائيه مرضيه لجميع الاطراف وكان العاملون في بلديه اربد الكبرى اعتصموا امس للاسبوع الثالث على التوالي للمطالبه بتحسين اوضاعهم المعيشيه واقرار انظمه اداريه تتعلق بمزايا وظيفيه اعتصم طلبة من الجامعات الأردنية أمام رئاسة الجامعة اليوم احتجاجا على قرار مجلس أمناء الجامعات رفع أسعار الساعات لكافة الدراسات العليا لمختلف التخصصات والبرامج في الجامعات الحكومية والخاصة واعتبر الطلبة خلال الاعتصام القرار بأنه يهدف إلى تخفيض نسبة المتعلمين في المملكة كما من شأنه إرهاق كاهل المواطنين وذويهم ويقلل من عدد الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا تفاصيل أوفى في تقرير مراسلتنا رنيم عبدين يبدو أن مسلسل اعتصامات الطلبة في الجامعة الأردنية سيبقى مستمرا رفضا لقرار الجامعة برفع رسوم التسجيل الموازي والدراسات العليا لحل مشكلة مديونية الجامعة فقد نفذ عشرات الطلبة من مختلف التيارات اليسارية والقومية والوطنية والإسلامية وللمرة الثانية مسيرة انتقلت من مختلف الكليات وصولا إلى مبنى الرئاسة لمطالبة إدارة الجامعة بالعدول عن قرار رفع الرسوم التي اعتبروها انها لا تمس الا الطبقه الفقيره والمتوسطه. الان احنا هذا الاعتصام الثاني الثاني والمستمر ضد القرار نعلن استمرارنا في الاعتصامات في التصعيد في التصعيد لحتى الغاء هذا القرار، هذا القرار الذي لا يراعي الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى من طلبة الجامعات هذا القرار الذي يهدف إلى جعل التعليم فقط في أيدي الأغنياء نحن كطلبة بالتأكيد نقف مع جميع طلبة الجامعة الأردنية في جهودهم لإلغاء هذا القرار أي جهد يهدف من داخل الجامعة الأردنية بنوايا صادقة لرفض هذا القرار ولإيقافه نحن نسير أمامه وندعمه بتأكيد كل الدعم من اتحاد الجامعة الأردنية بينما ترى إدارة الجامعة الأردنية أنها بذلت كل الجهود المدروسة لحل العجز الذي تمر به لكنها لم تجد سوى رفع الرسوم على برنامج موازي والدراسات العليا حيث أن الطلبة لا يغطون 50% من التكلفة الحقيقية تم اتخاذ هذا القرار حقيقة لضرورات مالية كبيرة القرار تم دراسته من جميع جوانبه من جميع أبعاده النقطة اللي حاب أؤكد عليها انه فيما يتعلق بالطلبه الذين تم قبولهم في سنوات سابقه لم يتاثروا جميعا بهذا القرار. الرسوم في وضعها الحالي بالنسبه لابنائنا الطلبه المقبولين على برنامج التنافس او في التنافس العادي في البرنامج العادي تكلفه دراسه هؤلاء الطلبه تكلفه عاليه. وما يتم دفعه من رسوم حقيقة وبأرقام وبدراسات واضحة في هذا المجال بأنها لا تغطي خمسين ما يقوم بدفعه الطلبة من رسوم للجامعة لا يغطي خمسين من الكلفة الحقيقية التي تتحملها الجامعة في 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 كافة الأمور وفي كافة المجالات. صوت الطالب مش التعليم ليس من حق الفقير، وعلى ما يبدو أصبح مقتصرا على الغني فقط. هكذا عبر الطلبة من خلال اعتصاماتهم المستمرة رفضا لحل مشاكل إدارة الجامعة من عجز ومديونية على حساب جيب الطالب. وفي الوقت الذي ترى فيه الإدارة أن لا حل لمشكلة العجز سوى رفع رسوم الساعة الدراسية، يرى الطلبة أن ذلك لا يزيدهم إلا إصرارا على الاستمرار في الاعتصامات. رنيم عابدين لرؤيا. قال وزير التربيه والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان خزينه الدوله تتحمل سنويا 150 مليون دينار نتيجه لاستضافه الاردن ل 130 الف طالب سوري في المدارس الحكوميه خلال الفترتين المسائيه والصباحيه. واكد نيبات خلال مرافقته امس مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التوسع وسياسه الجوار ستيفن فولي في زياره الى مدرسه الحسين الثانويه للبنات في عمان ان ازدياد اعداد الطلبه السوريين في مدارس الوزاره اثر بشكل سلبيا على البنية التحتية فيها حيث باتت الكثير منها تعمل بنظام الفترتين نتيجة اكتظاظها من جهة أخرى جدد المفوض فولي التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم للأردن خلال السنوات المقبلة وتوفير فرص التعليم الملائمة للطلبة السوريين في المملكة أهميتها أنها أطلعت الوفد الزائر إلى مدارسنا عن حالة هذه المدارس والمعاناة التي نعانيها في وزارة التربية والتعليم من ضغط الطلبة السوريين والأعداد الهائلة التي قدمت إلى مدارسنا 130 ألف طالب أحدثت الحقيقة نوع من الأزمة في التعليم الأردني وبالتالي تحدثت معهم أن المجتمع الدولي يجب أن يكون شريكا للأردن في تحمل هذه المسؤولية الاتحاد الأوروبي حريص جدا على الدعم للحكومة الأردنية في مجال تعليم وتقريبا من خمس سنوات الاتحاد الأوروبي استثمر كثيرا سواء كدعم إلى الميزانية للحكومة الأردنية والآن نحن كذلك نساعد أطفال سوريين بسبب طبعا الازمه في سوريا وإلى الشأن الإقليمي ونبدأه من سوريا حيث سقط قتلى وجرحى لم تعرف أعدادهم بعد أعدادهم في هجومين بسيارتين مفخختين نفذهما تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة عين العرب كوبان السورية بحسب وكالة الأناضول هذا وقد شهدت المدينة السورية قتالاً عنيفاً ليلة أمس بين مسلحي التنظيم وفصائل كردية على مقربة من معبر مرشد بنار الحدودي مع تركيا إلى ذلك تواصل قوات التحالف الدولية تنفيذ غارات على مواقع يعتقد أنها تابعه لتنظيم الدوله الاسلاميه في مدينه عين العرب كوباني شمال سوريا وشنت طائرات سعوديه وامريكيه غارات على نقاط عسكريه وضعها التنظيم بهدف عزل عين العرب عن باقي المناطق هذا ويجتمع اليوم في واشنطن كبار القادة العسكريين لدول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم الدولة وسيعقد الاجتماع الاستثنائي في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند بحضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ تشكيل التحالف الدولي وسيتولى قيادته رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية مارتن دامسي ورئيس القيادة الأمريكية الوسطى للشرق الأوسط وآسيا الوسطى الجنرال لويد وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية ويتوقع أن تكون مسألة إقامة منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا نقطة خلاف بين المجتمعين ونبقى في العراق حيث قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد سعد معن إن قواته أحبطت محاولة تسلل لبغداد نافيا في الوقت ذاته حدوث اشتباكات في محيط مطار العاصمة بغداد خلافا لما تنقلته بعض وسائل الإعلام وأضاف معن أن الأنباء التي بثتها بعض وسائل الإعلام حول حدوث اشتباكات بين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وقوات الحكومة العراقية في محيط مطار بغداد لا أساس لها من الصحة وكانت وسائل إعلام أوردت صباح اليوم أنباء عن حدوث اشتباكات بين عناصر من الدولة الاسلاميه وقوات الحكومه العراقيه بالقرب من مطار بغداد أهلا بكم من جديد وإلى الأراضي المحتلة حيث دخلت اليوم أولى شحنات مواد البناء في قطاع إلى قطاع غزة تنفيذا لبنود الاتفاق الثلاثي بين الأمم المتحدة وسلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن هذه المواد محظور إدخالها إلى القطاع منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل سبع سنوات وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بنكي مونخ خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب رئيس حكومة التوافق الوطني زياد أبو عمرو اليوم في قطاع غزة إن حجم الدمار في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي الاخير يفوق الوصف تفاصيل اوفى عن الزياره في التقرير التالي لأول مرة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون القطاع حاملاً معه أجندة للاطلاع على نتائج العدوان في محاولة للتسهيل على الغزيين حياتهم من خلال الإدلاء بتصريحات تحمل طمأنة ترجمت على هيئة مواد لإعادة الإعمار كدفعة أولى وصلت غزة، ووعودات لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، ومباركة بالوحدة الوطنية الفلسطينية التي تحمل مفتاح الحل للازمات المتراكمه. رساله المسؤول الاممي كانت واضحه ودهشته لم تخفى على احد جراء ما راه من مناطق باكملها اثرا بعد عين. رغم ذلك اكد الغزيون في وقفه لذوي الشهداء واصحاب البيوت المدمره واهالي الغرقه احتجاجهم على سياسه كيمون خلال العدوان الاخير وموقفه تجاه القضيه الفلسطينيه. هنا جئنا لايصال هذه الرساله، انت تستطيع أن تتدخل في الوضع، أنت تستطيع أن تحل القضية، أنت تستطيع أن توقف العدوان الذي حصل وحصد الأرواح والحجر والبشر على قطاع غزة، وأنت تعلم ما قبل وما بعد ذلك نطالبك بشيء من الإنسانية التي تتد... يعني تدعيها دوما في كل خطاباتك بشيء من الإنسانية أن تقف بجانب هذا الشعب هدفنا من المشاركة في الوقفة هذه إرسال رسالة احتجاج على زيارة السيد بن كيمون الأمين العام للأمم المتحدة جراء الصمت وموقف الصامت اللي كان على الجرائم اللي صارت في قطاع غزة بان العدوان الإسرائيلي ملامح الغضب التي بدت على وجوه الغزيين حملت معها مطالبات كثيرة ورسائل تم تسليمها للأمين العام للأمم المتحدة والتي كان من ضمنها كشف مصير الغرق المهاجرين الذين فقدت آثارهم وصلنا رسائلنا لكل العالم بأنه إحنا بنبحث عن أبنائنا أبنائنا هدول وراهم أسر كبيرة من ستة تسعة اليوم إحنا جايين هنا ننتظر بنك يمون امين عام الامم المتحده امين عام الامم المتحده مستحيل يقول ما عندي جواب وهذا ممثل ممثل حقوق ممثل الامم المتحده ودائما بناشد بيحكي بالانسانيات وبالضمائر الانسانيه وبحقوق الانسان يتفضل هذا موضوع انساني بالكثير من المطالب بات ينتظر ويستقبل الفلسطينيون هنا في قطاع غزة المسؤولين المحليين وحتى الأمميين مع قناعة تامة بأن قضيتهم العادلة "لن ترى النور إلا بوقفة دولية جادة، منعك القناة رؤيا غزة، فلسطين" وفي الضفه الغربيه اضرم مستوطنون فجر اليوم النيران باحد المساجد في بلده عقرب جنوب مدينه نابلس الامر الذي ادى الى احتراق الطابق الاول منه بالكامل وقال شهود عيان ان المستوطنين اقدموا على تحطيم ابواب ونوافذ المسجد كما كتبوا شعارات عنصريه على جدرانه قبل قيامهم باحراقه مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا احمد براهم من بين كروم الزيتون تسلل الطغاة ليلا في جنح الظلام ليعلنوا معركتهم مع بيت من بيوت الله مسجد أبو بكر الصديق في قرية عقرب جنوب مدينة نابلس ويشعلون النار في محتوياته بعد أن كسروا إحدى النوافذ وألقوا منها زجاجات الحارقة على سجاد المسجد وما يحتويه من مصاحف وكتب وأثاث قبل أن يهربوا فارين ممن لحقهم من أهل البلدة الليله تقريبا على الثنتين ونص بيجي مجموعه من رعاع المستوطنين بيعتدوا على المسجد بيخلعوا الكزاز بيخلعوا الباب بيكسروا الكزاز بيشعلوا النار بال بالمسجد بيكتبوا كتابات عنصريه تدفع الثمن وحركه كهانه واشي زي هيك على المسجد طبعا هي مش اول مره بس ما بدون اسباب هم بتهجموا على البشرة وعلى الحجر وعلى الشجر شو سبب هدم هدم المسجد في خبر طويل شو سبب الاعتداء على عمر امبارح؟ شو سبب الهجمه على الاقصى وتهويد الاقصى؟ احنا رسالتنا مع جميع العالم يجب زي ما قال سيادة الرئيس يجب انهاء الاحتلال احنا اصحاب الارض واحنا اصحاب الحق كان احنا عمرنا في التاريخ الاسلامي من من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمرنا اعتدنا على كنائسهم وعلى ليش اعتدوا على مساجدنا احنا 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 جماعه من امن في موسى عليه السلام ليش حقتين علينا هم المستوطنون استغلوا ظلام الليل ليزيدوه ظلاما ويخطون شعاراتهم المعادية للعرب والمسلمين باسم جماعات تدفيع الثمن وخطوا شعارات تدعو لقتل العرب أينما وجدوا مكتوب هنا مستعمرة تفوح كهانة هي عصابة لحرق وقتل المسلمين وين ما وجدوا احنا رايحين نظل باكونا صامدون وشو حركونا وحركوا هذا رايحين نرد ان شاء الله اليوم هذا لازم ندهنه ونجهزه ونرجع احسن من قبل لا شيء من راس هؤلاء الغريبين عن هذه الارض فهم ينفذون ما تريده حكومه تل ابيب هذه الحكومه التي تريد ان تنقل صوره جميله للاحتلال من خلال نبذ افعال المستوطنين لكن يبقى المستوطنون احرارا لا يتعرضون للاعتقال او المحاسبه وهو ما يزيد من اجرامهم تكامل للأدوار إذا حكومة الاحتلال تصرح والمستوطنون ينفذون سياسات معادية للعرب والمسلمين وما يجري هنا لا يقل خطورة عن ما يجري في القدس من تهويد وتدنيس للمقدسات أحمد براهم رؤية من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس وبالعوده الى الاخبار المحليه وزعت اللجنه العليا لحمله البر والاحسان برئاسه الاميره بسمه بنت طلال مساعدات انسانيه وعلاجيه للاسر المستهدفه والسيدات والاطفال وطلبه الجامعات في منطقه الكفرين بالشونه الجنوبيه واستهدفت الحمله 20 طالبا في المنطقه على مقاعد الدراسه في الجامعات الرسميه وقدمت لهم مساعدات ومنحا دراسيه لاكمال دراستهم الجامعيه كما تضمنت فعاليات الحمله في منطقه الكفرين يوما طبيا خاصا بالاسنان نفذته العياده المتنقله في الحمله واستفاد منه اكثر من مئتي طفل وخمسين سيده من خلال تقديم خدمات العنايه بالاسنان لهم السلام العبادي وسعادة السيد موسى شحاتة بدأت اليوم فعالية مؤتمر إربد الهندسي الدولي الأول الذي ينظمه فرع نقابة المهندسين بالمحافظة بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تحت شعار المدينة الثورة التكنولوجية والتحديات ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء عرب وأجانب 48 ورقة عمل علمية تتعلق بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة وتخطيط النقل والمرور والاتصالات وتطبيقاتها و وال العماره والمياه والبيئه. وزير الاشغال العامه والاسكان المهندس سامي هلسه اكد خلال افتتاحه المؤتمر ان الحكومه عملت على تطوير وتحديث قطاع الانشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسيه الاستشاريه لما لهذا القطاع من اثر على نمو الاقتصاد الوطني وتاثير على القطاعات الصناعيه والتجاريه والمصرفيه وتشغيل الايدي العامله من مهندسين وفنيين لن تفقده مضمونه نظمت كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة اليوم بالتعاون مع اتحاد مجلس الطلبة حملة لتبادل الكتب بعنوان فيد واستفيد وتستمر لمدة ثلاثة أيام. تهدف الحملة إلى توفير الكتب التي يحتاجها الطلبة عن طريق عملية التبادل بينهم وتأتي ضمن العديد من الحملات التي أقامتها الكلية واتحاد الطلبة وذلك سعيا منها للتسهيل على الطلبة في كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم الجامعية. عقد اليوم في عمان الاجتماع التشاوري لانشاء المنتدى العربي لتوقعات المناخ بتنظيم من دائره الارصاد الجويه وبالتعاون مع جامعه الدول العربيه والمنظمه العالميه للارصاد الجويه الاسكوا. ويهدف الاجتماع الى تحسين فهم تقلبات المناخ ومدلولاتها والوصول الى نتائج دقيقه حولها على المستويات المحليه والاقليميه والعالميه. بالاضافه الى بناء القدرات لاجراء التنبؤات والاسقاطات المستقبليه. واكدت وزيره النقل الدكتوره لينا شبيب في كلمه القتها خلال افتتاحها الاجتماع ان قضايا البيئه والتنميه المستدامه تعتبر محورا جوهريا في استراتيجيه العمل العربي المشترك ومشيره الى ان البرامج والمشروعات المتعلقه بالمناخ والتغير المناخي والطاقه المتجدده وبرامج كفاءه الطاقه تشكل افاقا واسعه للاستثمارات العربيه وتبادل الخبرات. افتتحت أمانة عمان الكبرى المرحلة الأولى من الخلية الرابعة لمكب الغباوي والتي يتوقع أن تستوعب نحو خمسة ملايين طن نفايات وبقدرة تشغيلية مدتها خمس سنوات وتقسم الخلية الرابعة إلى مرحلتين الأولى والتي تم افتتاحها يوم أمس تعد جاهزة للتشغيل والثانية من المقرر تشغيلها نهاية العام الجاري وهي واحدة من أصل تسعة خلايا سيتم تنفيذ ثلاث منها خلال الفترة المقبلة لضمان إعادة تدوير النفايات والتخلص منها بطريقة تتلائم مع التوجه البيئي الذي تنتهجه الأمانة وتسعى إلى تحقيقه احتضنت مدينة إربد اليوم للسنة السابعة على التوالي مهرجان الرمان الذي أقيم بمشاركة فعاليات زراعية رسمية وأهلية ومزارعين للرومان من أودية لوائي بني كنانة والكورة الشمالية ويهدف المهرجان الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام إلى دعم زراعة الأصناف المتميزة من الرمان لجعله قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية بالإضافة إلى تعزيز القدرات التسويقية لمزارعيه وتحسين أوضاعهم المادية اطلع المواطنون والعاملون في مستشفى الكرك الحكومي مدير المستشفى الدكتور علي الحمايد على واقع الخدمات المقدمه فيه وشدد الدكتور الحمايد خلال لقائه ابناء المجتمع المحلي والفعاليات الشعبيه على ضروره التعاطي مع القطاع الصحي في المحافظه بثقافه راقيه وحضاريه تسهم في زياده وعي المواطنين والمرضى واشار الى ان المستشفى مجهز بكامل المعدات والاجهزه الطبيه البسيطه والمعقده وهو مستعد بالكامل لاستقبال مختلف الحالات المرضيه على تنوعها من جهته قال رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبيه الاستاذ خالد ضمور لرؤيا ان هذا اللقاء ياتي ضمن فعاليات الملتقى الاسبوعيه التي تهدف لتوعيه المواطنين حول اقسام وخدمات المستشفى الذي من المقرر ان يخدم جنوب المملكه عامه وليس محافظه الكرك فقط افتتحت اماره دبي معرضا تحت شعار الوان من الزعتري، سلطت فيه الضوء على لوحات رسمها اطفال سوريون لاجئون في مخيم الزعتري بالاردن. تفاصيل اوفى في التقرير التالي. في ترجمه عمليه للقناعه التي تفيد بان المضمون او الفكره اهم واغنى من هويه صاحبها. افتتحت إمارة دبي معرض ألوان من الزعتري للرسومات واللوحات التي أبدعها أطفال من مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن رغم غيابهم عن وقائع الافتتاح وفعاليات المعرض مواضيع اللوحات والرسوم تنوعت بين التهجير واللجوء والحرب والأمال بالسلام ووقف النزاع الدائر في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات والعودة إلى أحيائهم البسيطة التي خرجوا منها على وقع الخوف والرصاص لكن فرحه المبدعين الصغار لم تكتمل اذ لم يسمح لهم بمغادره المخيم والالتحاق بلوحاتهم التي عرضت في الامارات كدعم من عده جهات تعنى بتنميه الريش الصغيره وتوصيل فكرتها الى العالم الخارجي إذا ننتقل الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي وابرز ما تم تداوله وفي موضوع اليوم كانت العديد من التعليقات تتحدث حول موضوع اقرار مجلس العموم البريطاني وباغلبيه الاصوات في وقت متاخر من ليله امس اقرار مذكره تطالب الحكومه بالاعتراف بالدوله الفلسطينيه. سوسن عبيد علقت على القرار بقولها لابد من الاعتراف والاقرار من جانب الجميع بان ما حصل عباره عن تكفير للذنوب التي امتدت لسنوات. بدوره قال عبد الله خلف ماذا سيفيد هذا القرار او الاقرار الشعب الفلسطيني ببساطه لا شيء بينما رحب فيصل بن عمر المدهون بهذا القرار واصفا اياه بالتاريخي لقوله في تغريده على تويتر مجلس العموم البريطاني يصوت بالاغلبيه في تصويت تاريخي وان كان غير ملزم بالاعتراف بدوله فلسطين اخيرا الدكتور محمد الجوادي تمنى ان تتحقق امنيته الشخصيه بعد هذا الاعتراف حيث قال اللهم اكتب لي خطبه وصل. في المسجد الاقصى عن قريب نعم ومن مواقع التواصل الاجتماعي لاستديو نبض البلد والدكتور مهند مهند المبيضين مساء الخير دكتور مهند اهلا وسهلا بك. ما هو الملف الذي سيتم طرحه هذه الليله الليله نبحث موضوع اقتحام المسجد الاقصى من قبل نائب رئيس البرلمان الاسرائيلي وتداعيات هذا الاقتحام والتصعيد الذي يمكن ان يحدث بعد هذا الاقتحام كل الشكر لك دكتور مهند، اذا تتابعونا مناقشه هذه الملفات الساخنه في حلقه جديده من نبض البلد بعد هذه النشره مباشره ويبقى ان نذكر بابرز ما جاء فيها من عناوين. جلاله الملك عبد الله الثاني يحذر من خطوره الانتهاكات الاسرائيليه في القدس وتاثيرها على السلام الشامل. وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه يحذر الاحتلال من تنفيذ مخططاته التهويديه للمسجد الاقصى ومجلس النواب يدين الاعتداءات. محكمه امن الدوله تكفل 12 موقوفا على خلفيه احداث حي الطفيله. رؤساء وقاده جيوش عربيه واجنبيه يجتمعون في واشنطن لبحث اخر التطورات لمواجهه تنظيم داعش. عمال ميناء حاويات العقبة ينفذون إضرابا مفتوحا عن العمل والتجار يطالبون بحلول سريعة نذكركم دائما بموقع رؤيا الاخباري رؤيا نيوز دوت تي لمتابعه اخر التطورات الاخباريه وتفاصيلها والتغطيات الخاصه ايضا نشكركم على طيب المتابعه والى اللقاء الى اللقاء